السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أسعد بتقديمها. لماذا؟ لأنه في الحقيقة كثرت الفيديوهات التي أشاهدها على الإنترنت، الشروحات التي توجد عن يعني تفسر لك فقط طريقة الربح، دولار دولارين، يعني تصرف مثلا 3 أشهر من وقتك من أجل أن تربح 0.5 سنت أو تربح دولار أو دولارين. هذا لا يعد بالربح، لنكون واضحين، هذا يعد يعتبر مضيعة للوقت. لهذا في هذه الحلقة سأريك طريقة الربح، ليس دولار أو دولارين، راه يمكن أن تنتقل إلى آلاف دولارات. صدقوني راه لا أتحدث من فراغ، هذا الموضوع راه جدي، ويمكنك أن تربح يعني آلاف الدولارات فقط إذا كنت تتمتع بثلاثة أمور: أن تتمتع بالمجروح المجازفة، أن تتمتع بالذكاء، أن تكون ذكي، وأن تتمتع كذلك بروح الصبر، أن تكون صبور. جيد، إذا كانت بك هذه الخصال الثلاث مرحبا بك، فهذه هي الحلقة التي ستغير حياتك إن شاء الله، كن على يقين. إذا ننتقل إلى موضوع الستاك. ماذا نقصد بالستاك؟ الستاك هو السهم، والستاك ماركت أي سوق الأسهم، يعني أنك تشتري وتبيع في أسهم، والربح يكون هنا يعني في الفارق. مثلا تشتري سهم ب 150 دولار تبيعه ب 200 دولار، إذا الربح في 50 دولار. وكلما اشتريت عدد كبير أو كثير عفوا من الأسهم، كلما كنت تربح عدد كثير من يعني عفوا يكون ربحك كبير. يعني اشتريت 5 أسهم، كل سهم ربحت منه 50 دولار، فأقوم بعملية حسابية ولك أن تعرف كم من الدولارات ستربح. جميل جدا. طبعا هناك فكرة دائما تسود على أن من يشتري الأسهم ومن يبيعها فقط الأغنياء. لا، فأنا كذلك أقوم بهذا، ولكن لست بغني، ولكنه طريقة للربح وطريقة تدير مال، وخصوصا مع بعض المواقع على الأنترنت عفوا التي تمكنك شراء جزء من السهم. يعني عوض أن تشتري سهم، يمكن أن تشتري فقط جزء من هذا السهم، جزء فقط، والأرباح ستكون ضعيفة طبعا لأنك اشتريت جزء من هذا السهم، ولكن على العموم ستربح أكثر مما ستربحه من بعض الشروحات الموجودة على الأنترنت التي يعني تعلمك الربح 0.00005. فنقول قلت أنه موجودة هذه المواقع، ولكن هذه المواقع هناك مواقع جميلة، وعفوا هناك مواقع تتمتع بسمعة حسنة، وهناك مواقع تتمتع بسمعة سيئة. ومن المواقع التي سنشرحها اليوم موقع أتورو. فهذا الموقع هو رائع جدا لأنه يمكنك يعني ابتداء، وهذه نصيحة مني، يعني ابتداء من 100 دولار، يمكنك من أقل من 100 دولار أن تستثمر، ولكن يعني ابتداء من 100 دولار، هذا هي نصيحتي إليكم، يعني تبتدئوا ب 100 دولار. فقلت أنه من 100 دولار يمكنك أن تشرع في شراء وبيع الأسهم. لكن هذا الموقع ليس فقط عبارة عن بورصة على الأنترنت، أو بورصة تمكنك من الوصول، أو عفوا موقع يمكنك من الوصول أو إلى البورصة الحقيقية، ولكنه كذلك موقع يوفر لك العديد من الأدوات التي تضمن لك الربح. مثال: أولا، هذا الموقع هو ليس فقط موقع لتداول يعني لتداول العملة أو لتداول الأسهم، هو موقع كذلك يمكنك من عمل اتصالات أو الدخول في اتصالات مع ما يسمى بالتريدرز، متداولين مع تريدرز. يعني ما نقصد هو بالتريدرز هو الشخص الذي يشتري ويبيع، الشخص الذي يشتري ويبيع. إن شاء الله أنت عندما ستشرع في الشراء والبيع، إذن أنت تعتبر تريدرز، أنا تريدرز. إذن جميل، فقلت تدخل مع اتصالات مع تريدرز آخرين، وهذا انطلاقا من أنه يوفر لك شبكة اجتماعية، شبكة اجتماعية مثل فيسبوك، تويتر، إلى غير ذلك، هي شبكة اجتماعية تدخل في اتصال مع تريدرز آخرين. يمكنك أن تقرأ منشوراتهم على صفحتهم، أي مثلا يمكنك أن تقرأ مثلا تحليل لأحد تريدرز، وانطلاقا من هذه التحليلات يعني تقرأ تحليل هذا التريدر وهذا التريدر وهذا التريدر، وبعد ذلك عندما تقرأ تحليلاتهم تكون تحليل خاص بك من أجل أن تقرر ما إذا كان عليك أن تشتري ذلك السهم أو تبيع ذلك السهم. أوكي؟ فلأن الربح هنا يكمن في الوقت الذي ستشتري والوقت الذي ستبيع فيه. يجب أن تختار الوقت الصحيح من أجل أن تشتري سهم، وتختار الوقت الصحيح من أجل أن تبيعه. أوكي؟ جميل. كذلك أنه يوفرك ويمكنك من خاصية جميلة جدا اسمها الكابي أو الكابيرز، هم النساخ، الناسخ والنساخ. يعني مثلا أدخل إلى الشبكة الاجتماعية إيتورو،
أدخل إليها وأجد أن هناك مجموعة من تريدرز. وطبعا هؤلاء تريدرز يعني عندما أختار تريدرز أجد أن التريدرز له شعبية. وكيف لي أن أعرف له شعبية؟ أعرف أن له شعبية انطلاقا من عدد الفولورز، عدد المتابعين له، عدد الناس التي تتجاوب معه. فعندما أدخل إلى في الصفحة عفوا أنقر على كابي نسخ، عندما أنسخ بالتالي أنتقل إلى قيام جميع الخطوات التي يقوم بها التريدرز. إذا قام بشراء حسابي أوتوماتيكيا سيقوم بشراء كذلك، إذا بعت حسابي أوتوماتيكيا سيبيع. يعني هذه يعني نقطة قوية كذلك في إطورو. كذلك إطورو يمكنني من أن أشتري جزء من السهم كما سبق لي وشرحت. يعني يمكنك عوض أن تشتري سهم ككل، يمكن أن تشتري جزء فقط من هذا السهم، وبالتالي يمكن أن تحقق أرباح كذلك. إذا لكي ألا أطل عليك، سنمر الآن إلى شرح الموقع، شرح أدواته، وكيف لك أن تربح الدولارات من موقع إيتورو عن طريق المتاجرة في الستوك. ابقى معي. إذن أول شيء ننقر على سيناب، ثم بعد ذلك نتوجه إلى إملاء بياناتنا في الموقع. إذن أختار يوزر نيم، يعني مثل فيسبوك، سأختار فيبوس. إذن الإيميل أتمنى أن أكون نعم جيد. إذن هو الباسورد ثم يكسب سيناب. إذن بعد التسجيل يلزمك أول شيء أن تقوم بتفعيل أو عفوا تعريف حسابك عن طريق النقر على complete your profile. ثم ننقر على continue. ثم أقوم بإملاء بعض بياناتي. ثم next. ثم trading experience اختار 0 إلى 12 شهر. إذا نختار stock ثم next. اختار هذا الخيار ثم next. ثم نختار هذا الخيار ثم next. ثم نختار هذا الخيار ثم next. ثم نختار less than next. عفوا. ثم ننقر على continue. وهنا يجب أن نقوم بإملاء معلومات البروفايل. نقوم بكتابة الرقم الهاتفي. هذه كل هذه المعلومات هي ضرورية. ثم next. ثم بعد ذلك سيطلب مني تعريف هذا الحساب انطلاقا من ارسال SMS او انطلاقا من ارسال رسالة صوتية. نقوم بذلك فورا. اذا بعد تعريف الحساب سيطلب مني، وهذه خطوة مهمة جدا كذلك، وهي تعريف الحساب. هنا سيطلب منك ارسال اما صورة من الباسبور او كذلك ارسال صورة من البطاقة الوطنية، بطاقة الهوية. مهم جدا ان ترسلها الى موقع إيتورو. اذا بعد ان ترسل هذه البيانات تكون قد تسجلت، ونمر الان الى شرح الموقع. جميل جدا. اذا اول شيء بعد تفعيل الحساب ننقر على ماركت، ثم بعد ذلك نذهب الى ستوكس، ثم بعد ذلك سنجي جميع الشركات موجودة هنا، اقتصادية، تقنية، متخصصة في تقديم خدمات إلى غير ذلك. وهذه الشركات كما تلاحظون كل شركة يعني تظهر لي أرباحها، خسارتها. هل الشركة مثلا خسرت 2.46%، شركة فيسبوك ربحت 1.87%. يعني على العموم أجد هنا جميع الشركات أمامي، أسهم الشركات. سأجد كذلك عدة تصنيفات كما تلاحظون. هنا هناك مجموعة من التصنيفات، وأنا كشخص كمتداول
مهتم بأخبار التقنية. أنا قريب جدا من فيسبوك جوجل، من الأخبار شركة فيسبوك جوجل ياهو إلى غير ذلك، فبالتالي سأنقر على تكنولوجي لأن هذه الشركة هي الشركة التي أعرفها جيدا والتي يمكن أن أستثمر في سهمها. كما تلاحظون مثلا فلدينا فيسبوك، إذا ما نقرت على فيسبوك سأجدد أمامي هذا الأوبن جراف. هذا الأوبن جراف هو الجراف الذي يعطيني تغيرات السهم، تغيرات يعني قيمة السهم على مر إما الأسبوع إلا إما عمر يعني على مر شهر، 3 أشهر، 6 أشهر أو سنة. فقراءة هذا الشارت مهمة جدا لأنها هي التي ستعطيني فكرة ما إذا كان علي أن أستثمر في هذه الشركة أم لا. كما ألاحظ مثلا في last year في السنة الماضية هذه الشركة كما تلاحظون في تقدم مستمر، في تقدم مستمر، وبالتالي فهذه الشركة تشجعني على أن أستثمر بها. غير ذلك فأجد كذلك اللايف فيد، هذا اللايف فيد يعطيني أي يعني أي شخص يكتب عن هذه الشركة أو عنده يعني تفسير معين أو تحليلات معينة أجده ينشرها هنا ويكتبها هنا. مثلا هذا الشخص عنده آخر فيديو نشره حول هذا تحليل خاص به حول 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 شركة فيسبوك، يمكن أن أشاهده هنا، يمكن أن أقرأ كذلك الناس ماذا تكتب عن تجربتها في تداولها مع أسهم فيسبوك، يمكن أن أجد بعض الأخبار التقنية، ما إذا كانت مثلا فيسبوك ستستحوذ على شركة أو إذا باعت مثلا أسهمهما لشركة أخرى، هل تنوي طرح منتج جديد. طبعا هذا الأمر مهم جدا. لماذا؟ لأن مثلا إذا سمعت أن فيسبوك تفكر في طرح خدمة جديدة أو أنها ستستحوذ على شركة معينة أو يعني كمثال يعني على حسب هذا الشكل، ففي أغلب الأحيان يعني عندما تكون الشركة ستطلق خدمة جديدة غالبا الأسهم ترتفع. يعني مثلا أنا عندما أسمع أن هناك إشاعات أن في الأسبوع المقبل في الثالث من شهر يناير سنة 2015 راه فيسبوك ستطرح خدمة جديدة، إذا أنا أعرف أن في هذا التاريخ يعني أسهم هذه الشركة ستكون مرتفعة، إذا أنا ذاك سأبيع أسهم التي اشتريتها. يعني يمكن الآن أن أشتري هذه الأسهم عندما تكون منخفضة، عندما تكون منخفضة الأثمنة كما هو مثلا على سبيل هذا المثال، يعني يمكن الآن أن أشتري، ولكن أنا أعرف مثلا أن في الشهر المقبل في الثالث من الشهر المقبل سأبيع هذا السهم وسأربح منه، سأربح منه لأن الأسهم سترتفع، وبالتالي بين الفرق بين الثمن الذي اشتريت به وبين الثمن الذي بعت به سيكون هناك ربح. لهذا أقول أن هذه العملية تستلزم صبر، لأنه في الحقيقة الناس التي ليس لها التي لا تتمتع بالصبر لا يمكن أن تحقق مال، لأنه يجب أن تطرح على نفسك هذا السؤال، هل عندي استعداد مثلا أن أشتري سهم اليوم وأنتظر مثلا أسبوع أسبوعين من أجل أن أبيع أو شهر من أجل أن أبيع حتى 3 أشهر من أجل أن أبيع، لأنني أعرف أن هذه الشركة في هذه الأشهر ستكون أسهمها مرتفعة انطلاقا من الأخبار، من انطلاقا من الإشاعات التي أقرأها، انطلاقا من تتبعي لمسار هذه الشركة. للإشارة في هذه الإشاعات ليست دائما تكون صحيحة، في أغلب الأحيان قد تكون خاطئة وبالتالي قد تخسر، لأن أغلب ما يؤثر على هذا الجراف، هذا الجراف الذي تشاهدون أمامي، الأكثر الأمور التي تؤثر عليه الإشاعات. يعني تسمع إشاعات، هناك الكثير من يصدق هذه الإشاعات، وبعض الأحيان تكون هذه الإشاعات مفتعلة، وبالتالي يعني الناس تخسر المال عوض أن تربح. على العموم، إذا عندما نفترض وللإشارة يعني فقط للإشارة بين مزدوجتين أن شركة فيسبوك، أسهم شركة فيسبوك وأسهم شركة جوجل هي يعني يعني دائما حاول أن تستثمر فيهم. لماذا؟ لأن فيسبوك وجوجل دائما مربحة، دائما مربحة، هذه الأسهم دائما مربحة، يعني قليل جدا عندما تصاب بالخسارة، اللهم إذا لم تكن إذا كنت سيء الحظ، فهذه الشركات غالبا مربحة، فيسبوك وجوجل. جميل، إذا عندما أختار الشركة أريد أن أشتري منها من عندهم أنقر على تريد، أوكي؟ إذا عندما أنقر على تريد تجد إما يمكنك أن تشتري $200، $400، $1000 على حسب رغبتك. على العموم أنا ليس عندي هذا الثمن، يمكن أقل شيء يمكن أن تختاره من أجل شراء هذا السهم هو $10، يعني أقل شيء يمكن أن تقوم بكتابته هنا $10، يمكن أن تشتري جزء من السهم $10. طبعا هذا السهم عندما تشتريه $10 راه هو ثمنه الحقيقي ليس $10، كما ستجدون هنا
أن ثمن السهم في جوجل يصل إلى 516.57 دولار، وأنت ستشتري فقط جزء من هذا السهم بعشرة دولار، جزء من هذا السهم، يعني الأرباح راه لن تكون أرباح كثيرة للإشارة، لأنك لماذا؟ لأنك اشتريت جزء من 516.57 دولار. ثمن سهم جوجل راه مرتفع جدا كما تشاهدون معي، برايس ثمنه راه غالي جدا، وبالتالي فعندما أقوم بدفع 10 دولار الربح سيكون كذلك قليل. ولكن على العموم يعني أنصحكم في البداية أن تبدأوا بذلك، لأن الأرباح تكون قليلة، ولكن مع التجربة كذلك تشرعون في اكتساب تجربة، تشرعون كذلك في تكوين ثروتكم يعني الصغيرة شيئا في شيئا. لا يمكن من الأول أن تربح الآلاف الدولار. على سبيل المثال سأعطيك على سبيل المثال أنني قمت يعني عندما تشتري السهم الآن، أنا قمت بشرائه وأتتبع الأخبار. نفترض أنك تريد أن تبيع السهم، إذا عندما ترغب في بيع السهم تنقر على إطار هكذا هنا، عفوا تذهب إلى ماي، ثم بعد ذلك تذهب إلى ماي بروفايل، جيد، ثم تذهب إلى بورتفوليو، ثم بعد ذلك أنقر على أوبن تريدز. لاحظوا معي هنا، أنا بالفعل سبق واشتريت سهم من شركة جوجل، جزء من السهم وليس السهم، ب 10 دولار كما تشاهدون، 10 دولار و نت بروفايت جين، ربحت 0.87 على العموم. فعلى العموم إذا ما أردت أن أبيع هذا السهم سأنقر هنا ثم أختار سيل وسأبيع. طبعا هذه الأمور لا تقوم بها يوم السبت والأحد، لأنك إذا بعت يوم السبت أو الأحد العملية لن يتم تفعيلها إلا يوم الاثنين عندما تفتح السوق. لهذا لا ينصح، لأنه يمكن أن تفتح السوق على ربح، يمكن أن تفتح على خسارة، لهذا لا تبيع حتى يوم الاثنين. فنقول أنه من هنا يمكنك أن تبيع السيل أو باي، يعني أي شيء اشتريته تجده هنا، وعندما تجد أن الوقت مناسب للبيع تنقر على هنا ثم سيل. الآن نذهب إلى بيبول. عندما تنقر على بيبول هنا ستجد الأشخاص الذين طبعا أو تريدرز، ستجد تريدرز، وطبعا كما تلاحظ معي هنا نجد أن هناك العديد من التريدرز، وتجد هنا مثلا عندنا هذا الشخص العدد الناس التي تعمل له كوبيرز 371، أي 371 وضعوا ثقتهم في هذا الشخص، وبالتالي عندما ننقر عليه وتنقر على كوبي فهذا الشخص إذا اشترى سهم تشتري، باعه تبيع، أوكي؟ فالعملية تبقى على هذا الأساس، يعني إذا اشترى تشتري، باع تبيع، ولكن لا يمكنك أن تقوم بكوبي إلا عندما تكون عندك على الأقل 100 دولار، آنذاك يمكنك أن تعمل كوبي لتريدرز آخرين، كما هو المثال يعني أمام هذا الشخص هذا. يعني كما تلاحظ معي هناك العديد من الأشخاص، ويمكنك طبعا اختيارهم ما بين ستوك، مثلا أنا أريد فقط الناس التي تبيع وتشتري في ستوك، يعني في ستوك كما تلاحظ، ويمكنك طبعا أن تختار ما البروفيل من أي دولة، يمكنك أن تختار من أي دولة، يمكنك أن نختار ألجيريا على سبيل المثال، no result، أوكي لا شخص من ألجيريا، إذا ستوك، أريد فقط الناس التي تبيع وتشتري في ستوك، سأجد مثلا هذا الشخص، عدد الناس التي تتابعه 155 شخص ينسخ ما يقوم به، وبالتالي يمكن كذلك أن أقوم بنسخه، وفي حالة إذا قمت بنسخه طبعا كما قلت إذا قام بشراء سأشتري، قام ببيع سأبيع، أنا كذلك يعني سيكون الأمر ملازم له. على العموم شيء آخر طبعا لا يمكن ننشح الموقع ككل، على العموم إذا ما أردت أن تقوم بعمل شحن لحساب تنقر على Fund Your Account ثم تقوم بملء الحساب، إما ب يعني يمكن أن تختار، إما تختار يعني القيم الموجودة هنا، تختار مثلا أريد أن أشحنه ب 50 دولار ثم أسلك. أقول أن أقل شيء يمكنك أن تشحن به هو 100 دولار، لماذا؟ فأقل يعني لأن طبعا هي الأمر الذي سيجعلك تشعر نوعا ما، أو الذي سيجعلك تدير بعض المبالغ المالية، هو يعني أن تنفست على الأقل 100 دولار. وطبعا يمكنك شراء أكثر من سهم، يعني ليس أنت مرتبط بشراء جزء من سهم واحد، يمكنك شراء سهمين ثلاثة أسهم على حسب جيبك. فيمكنك طبعا شحن الحساب إما عن طريق كريدت كارد، يمكنك شحنه عن طريق الباي بال،
كما تشاهد معي يعني عن طريق الباي بال او النت لاب كذلك. على العموم انت الامر يعني مفتوح بالنسبه اليك لاختيار الطريقه التي ترغب ان تشحن. طبعا عندما تصل الى اقل شيء هو $100 يمكنك طلب سحب عن طريق يعني ستظهر خاصيه هنا يعني withdraw من إمكانها يمكنك أن يعني تسحب مالك عندما تربح. للإشارة أن هناك الكثير من المغاربة موجودين في هذا الموقع يعني في موقع إيطورو. وعلى العموم أعتقد أن هذه أهم النقاط. طبعا لا يسعفنا الوقت لكي نشرح كل شيء بالتفاصيل، ولكن سيسعفنا إن شاء الله إذا ما كانت عندكم أي تساؤلات يمكنكم طرحها في البث المباشر، سأكون سعيد جدا بالإجابة عليها. وفي النهاية أقول على أن هذا الموضوع في الحقيقة كان يصعب علي أن أقوم يعني مهما كانت مدة هذا الشرح كان من الصعب أن أقوم بوضعه في هذه المدة، لأن هناك الكثير ما يجب أن نتطرق إليه ونذكره. ولكن للأسف كون أن هناك الكثير منكم من يعترض دائما على طول مدة الفيديو، فبالتالي حاولت أن أضغط موضوع هذه الحلقة في هذه المدة الزمنية، وبالتالي إن شاء الله يمكن أن تكون لدينا أو مواضيع أخرى حول هذا الموقع الكبير جدا وهذا الموضوع الستوك غير ذلك. فأتمنى من قبل أن تكون قد استفدت معي، وإذا كان لديك أي تساؤل حول هذا الموضوع فيمكنك إما ولوج البث المباشر، هناك أصدقائي بث مباشر خاص للإجابة على أسئلتكم دائما على www.teachprofession.com، تدخل على المدونة تجد لايف بث مباشر في الأعلى تنقر عليها ومرحبا بك في طرح سؤالتك علي. غير ذلك يمكنكم دائما متابعتنا على صفحتنا فيسبوك facebook.com/teachprofessional أو النقر على زر سبسكرايب أسفل القناة من أجل الالتحاق بأزيد من نصف مليون مشترك ومتابعة جديد حلقتنا على اليوتيوب. أضرب لكم موعد إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.